السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة للفيديو ديال اليوم ومغير شوية على الفيديوهات اللي كنقدم عادة في قناتي، فيديو ديال اليوم غيكون كيفاش نقدروا نصاوبوا انترو ديال الفيديو من التليفون. ماشي ضروري يعني يكونوا كنتوفروا على البيسي، وماشي كل شيء متوفر على البيسي، ولا داكشي يعني اختاريت انني ندير لكم فيديو من التليفون بحال هكا. كل شيء يعرف اللي عنده تليفون غير بوحدو، ما عندوش البيسي بامكانه انه يصوب انترو ديالو غير بوحدو ام تليفونه بواحد الطريقه سهله ومبسطه. قبل ما ندوزو الطريقه كيفاش غادي نصوبو انترو ديال الفيديو، الا كنتو اول مره كتزوروا قناتي ولا كتشوفوا فيديو من الفيديوهاتي، ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر سابوني المكتوب بالاحمر اسفل الفيديو، وكذلك تفعلوا الجرس باش تقدروا ديما توصلوا بالجديد ان شاء الله. مقدما غنبقى ندير لكم فيديوهات بحال هكا اللي كيخصو مثلا داكشي ديال القناه، كيفاش نصوبوا قناه، كيفاش نقدروا نمونطيو فيديو، كيف المهم بحال هكا في هذا الموضوع هذا، في هذا يعني الاتجاه. اوكي، اول حاجه غادي نكتبوا سميت السيت اللي غادي ندخلوا ليه، هو روندر فورس، او ديجا كاتبه هنايا روندر فورس. ملي غادي نكتبوا روندر فورس نديروا ريغيرش في جوجل، غادي يطلع لينا هادشي هذا، هاد الصفحه غادي نجيو فين كاين https://www.roundorforce.com، غادي نضغطوا. طريقة سهلة جدا، في دقائق معدودة غادي تصاوبي انترو ديال الفيديو بطريقة سهلة جدا. غتعطينا هاد الصفحة هادي، كاين بزاف ديال الحاجات زوينين تقدروا تستافدوا منهم في هاد السيت هذا. المهم غادي نضغط على كومونسي، ملي غنضغطوا على كومونسي غتعطينا الصفحة هادي، كاين ثلاثة اختيارات لوغو فيديو سيت ويب، غادي نجيو الاختيار الثاني فيديو. اوكي، بالنسبه لهاد الصفحه هذه غادي نضغطوا على كري اون فيديو. ممكن كي قلت لكم ديروا دويرات تقدروا تلقاو شحال من حاجه تستافدوا منها في هذا الشيء هذا. في الخصوص حنا نبقاو في المحتوى ديال الفيديو ديالنا اللي بغينا نصايبو، نضغطوا على كري اون فيديو. ها هما اللوغوس اللي كاينين، كاين هنايا يعني اللي غيناسب جميع محتوى ديال القنوات، يعني كل قناه ومحتوى ديالها، كل قناه على من كدوي، يعني تقدروا تلقاو هنايا اللوغو اللي غيناسب قناتكم. بالنسبه لقناتي انا قناه متنوعه، يعني فيها يعني مختلطه، نقدر نختار اي لوغو بغيت، نقدر كل فيديو ندير ان انترو، يعني واحد الانترو بوحدها، ماشي ضروري انترو وحده للقناه. غنختاروا شي واحد نخدموا عليه، غنختاروا هذا لوغو اكسبلوسيون دو فو، غادي نضغطوا باش نقدروا نخدموا عليه، باش نوري لكم كيفاش تصايبوا انترو، كيفاش تخدموا على اللوغو في 7 ديال الثواني. انا ضد ديك الانترا، يعني الانترو اللي كتكون طويله بزاف، كتكون شويه ممله كنظن المشاهد. بالنسبه لي انا حيت انا متبعه الناس عندهم قنوات اللي كيكون لوغو يعني انترو ديال الفيديو طويله ما كتعجبنيش، يعني شي حاجه تكون يعني دغيا تفوت، وشي حاجه تكون زوينه كتاثير وفي نفس الوقت دغيا كتفوت. بحال هكا هذا فيه 7 ديال الثواني، نقراوه نشوفو. شويه لا كونيكسيون ضعيفه، المهم زوين ما بيهش، نخدمو عليه. غير اول حاجه غادي نرد السيت بلاصه، هاد السيت هذا بالعربيه، يعني تقدروا ديروا اللغه اللي تناسبكم اللي تفهموها. غادي نجي لهاد جوج الشرطات اللي كاينين على يدنا اليمين، وغادي نضغط، غادي نجيو فين كاين اد اف ار حيت عندي بالفرنسي، غادي نبدل اللغه، غنجي ندير بالعربيه. نتوما تقدروا ديروا اللغه اللي بغيتو، كاين انجليش بورتوغيز اسبانيول، المهم كاين، نديروا العرب العربيه. شعار الانفجار الملتهب الملهم. اوكي، غادي نهبطوا لتحت، غادي نديروا اصنعي الان، غنضغطوا اصنعي الان. اول حاجه غادي يعطينا نصايبها، انصايبوها شوفوا، هو الاسم ديال القناه ولا الفوتو ديال الرمز ديال القناه. المهم فين كاين تيب يور تكست غادي نضغطوا، غنمسحوا هاديك تيب يور تكست، وغادي نكتبو مثلا سميه ديال القناه، ولا نكتبو مثلا قناه الا كانت كي قلت لكم بحال ديالي متنوعه، نكتب مثلا فلوغ، وصفات، طبخ، مهم يعني عطينا 110 ديال الحروف ما خصناش يعني نفوتوهم. غادي نكتب سميه ديال القناه مثلا سليمه شانيل اللي هي سميه قناتي، وغادي ندير ساب كلوز. ها هي تسجلت لي سميه القناه، غادي نمشيو نضغطوا هذا المقطع هذا باش نقدروا نحملوا من الغاليري الفوتو اللي غادي نديروا الرمز ديال قناتنا، الفوتو اللي بغينا نديروا. وانا غنشوف لكم شي وحده من الغاليري باش
تعرفوا كيفاش ندير رفع، نضغط على رفع. غادي نجيو للفيشيه، اوكي شوف شي وحده لاقرب. اوكي غادي نضغط على الفوتو اللي بغيت، نقلب على خاطري نجيب ديك ثلاثه رابطات اللي كاين على يد اليسار، وغندخل الواتساب ولا الفيسبوك ولا المهم تيليشارجمون اي حاجه، وغادي ناخذ الفوتو اللي بغيت. انا درت هذه وما قالوا لي يعني هذه تقدر ما تعطيكش الحصول، ما تقدرش تحصل على فوتو تكون يعني عندها صوره واضحه وزوينه. المهم انا غادي نخلي هذه نخدم عليها باش نوري لكم. تقدر مثلا تغير الصوره، راه كاين كاتب لكم تغيير الصوره، عاود تدخل من جديد نكاري وتاخذ اللي بغيتي، ولا بغيتي دير تاكيد. بالنسبه لهذا الرموز هذه اللي كاينين باش تزيد وتنقص ودور الفوتو كيف بغيتي، يعني تصايبها كيف بغيتي، عاطينك يعني كلشي كيفاش بغيتي تصايب الفوتو ديالك كيف بغيتيها كيف حبيتيها. اوكي غادي نديرو تاكيد. احنا كتسجل لينا الفوتو اللي كتشارجا بطريقه سهله جدا. كي قلت لكم كاينين لوغو زوين نخدموا عليهم باش ديروا انترو. من بعد ما كنديروا فوتو واخر خصنا موسيقى. مثلا بغيتي تبدل مثلا الكتابه هذه ما عجبتكش هذا الخط هذا باش كتبت انا سليمه شانيل، تبغي تغيروه، راه كاين تجي من النمط في كاين هذا الخط الازرق، نضغطوا على النمط. كاين هنايا مثلا الخطوط هما فيما يلي قائمة الخطوط المتوفرة التي يمكنك اختيارها لمقطع الفيديو لتتمكن من استخدام هذه الميزان الخاص بك. خصك انت تقدر دير هنا يعني الكتابة الخط اللي بغيتي. انا غنخلي هذاك الخط. غادي نجي للموسيقى باش نقدر نحمل الموسيقى اللي بغيت. غادي نجي نسمعها. بالنسبة لهاد الموسيقى بدون حقوق الطبع والنشر، يعني تاخذ الموسيقى اللي بغيتي اللي حبيتي، ما تخاف حتى من حاجة بالنسبة للحقوق يعني الطبع والنشر. غادي نجيو مثلا نسمعو ونسمعو تمساليوهم كاملين اللي غادي تعجبنا نديروها. شوفو هادي، المهم نديرو هادي ماشي مشكل، تنسكتوها. غادي نجيو نضغطو على بلوس باش نقدر نزيدوها، يعني ندخلوها في انترو. يعني غادي نديرو بلوس، نضغطو على بلوس، هيا غيطلع لينا الفوق، هيا كتسجل. من بعد ما تسجلنا دخلنا الموسيقى، سميه ديال القناه والرمز ديال القناه يعني الفوتو، غادي نجيو نضغطوا على استعراض اللي طالع الفوق، كتعطينا هاد الصفحه. كاين شراء جوده عاليه وكاين استعراض مجاني. احنا اصلا بغينا استعراض مجاني، شي حاجه اللي هي مجانيه، ما بغيناش شي حاجه اللي نخلصوا عليها الفلوس. المهم غادي نضغطوا على استعراض مجاني ونشوف واش صايبنا. طريقه سهله جدا بحال بهاد الطريقه تخدموا كاع اللي كاينين، يعني دوروا يعني تقلبوا في السيت كاين يعني لوغو صاوبوا بهم انترو زوينين. نتسناو تحمل. نتسناو جاري تحميل. هيا هيا طريقه سهله، ماشي ضروري يكون البيسي، يعني عم تليفونك تقدر دير شحال من حاجه. وان شاء الله غندير لكم فيديوهات يعني اللي جايين قدام بهذا الخصوص هكا، فاش تقدر تصاوب شحال من حاجه من قناتك غير من تليفونك. غادي نشوفوا هاد الانترو اللي صايبنا، نقراوها تشارجا. نضغطوا شوفوا الفوتو اللي صايبنا، ها هي سميه القناه والفوتو اللي درنا جات زوينه. من بعد ما يعني كنساليوها وكنكونوا موافقين عليها، ما بغينا نغيروا حتى شي حاجه فيها، كنجي هنايا كندير تنزيل مع علامه مائيه. ملي غنضغط عليها اكيد غادي يعني تنزل بسهوله، غادي تسجل لينا في غالري، يعني غنلقاوها في غالري. مثلا لا بغينا نشروها، مثلا ندخل سميتو هنا اختار اين تنشر. المهم غنديروا تكيو على تيليشارجي، راه غادي نلقاوها في غالري. هذا هو اللوغو ديالنا، هذا هو انترو ديال الفيديو اللي صايبنا. كنتمنى ان شاء الله يعني يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. بالمناسبه كاين فيديو اخر في القناه بخصوص بحال بخصوص هذا المحتوى هذا بالنسبه للقناه، كيفاش تقدر مثلا تمسح قناه من التليفون. ديجا يعني عندك جوج قنوات، ديجا قناه قديمه ما خدمتش لك وبغيتي تحيدها ما تخليهاش في تليفونك، راه دايره فيديو في القناه بخصوص هذا الموضوع هذا. يعني نخلي لكم ان شاء الله اللين ديالو في ديسكريبسيون،
وكنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتجربوا الطريقه. راه يعني باش تصوبوا بهم انترو ديال الفيديو هذا السيت زوين، فيه شحال من حاجه تقدروا تلقاوها تفيدكم في قناتكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليتكم على خير.